رسالة مني لكل غالي وعزيز من أبناء جبل مطحن وظفران، أقول لكم والله وبالله وتالله أن كل من بذل بمال أو بأرض أو بكلمة أو ساعد وأخلص من أجل الله أنه مدخر له، وسوف يكون فرج له بالدنيا ونجاة يوم القيامة. بارك الله فيكم جميعا. أخص بذلك القادة مثل منصور عبد الله سنان وحسان حسن مطحني وحميد الأصحابي. لله در هؤلاء، لله درهم، رحم الله أم أنجبت مثل هؤلاء الأقيال الأبطال، أطال الله في أعمارهم وبوأهم الله من الجنة نزلا. وكما أشكر كل الأعضاء جميعا، صغيرهم وكبيرهم، والإعلاميين والنشطين والمحفزين في هذا المشروع من أبناء القائمة ومن أبناء مخلاف القائمة كامل. وأحببت أن أكتب لكم بعض الأسطر للتنبيه والتذكير. أولاً، النقطة الأولى، القائد الهمام والمحنك والناضج لن يتأثر ولن يستفز بكلمة عابرة من أحد الأشخاص أو أحد العابرين، حتى وإن كان الخبر صحيحاً، فبطريقة هذا القائد الهمام وحنكته الذكية يعالج الأمر بأسرع وقت. كذلك القائد الناضج لا يلتفت إلى كلام المرجفون والمشككون الذين كل كلامهم إحباط، والذين أغلب نظراتهم خاطئة. لكل مشروع ولكل فرقة حتى 5 أشخاص لازم يكون لهم أمير وقائد، وإلا فأميرهم الشيطان. فنحن قائدنا، وأقولها بملء فيه، قائدنا في هذا المشروع هو منصور عبد الله سنان، وهو رئيس المشروع. فوجب علينا وجب عليكم جميعا، كل فرد، اتباع تعاليم الشيخ منصور، وإذا كان في استشارة من أي شخص فعليه التواصل، فإن كانت المشورة صائبة فهي مقبولة، وإن كانت خاطئة فهي مردودة. فبتوحدكم يا أبناء ظفران وجبل مطحن ويا أبناء مخلاف القائمة تحت مظلة واحدة، سوف يسجلكم التاريخ في صفحاته، وسوف تؤجرون، وسوف تثابون، وسوف يأتي الخير ويعم كل أرجاء وصاب، ويأتي كل ما هو مستحيل. بارك الله فيكم. السلام عليكم.